السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والكرة من جريليتش، يمشي رياض، رياض يشوت كرة والدفاع والركنية، يرجع يضرب، يرجع يتكلم، ترجع كرة خطيرة وتسديدة ورياض يهدر طريق المرمى، ينسى طريق الشباك في هذه المواجهة وفي هذا الديربي. كمان رياض وحصلها رياض، ما خبثك يا رياض، ما ذكاك يا رياض، قوي يا رياض، أرادها رياض في هذا المكان. ركنية، امشي كورة خطيرة والتسديدة، الثالث يحرز، ماذا قلت لكم؟ لم أخدعكم، لم أجاملكم، لم أعمل الدبلوماسية، نعم هدف للتاريخ، من له عقدة ياتيني، من له شفرة ياتيني، الثالث من رياض في الثانية عشر يسجل. اتحل مانشستر يونايتد خلاص، ومحرز والرابع والحارس يقول له كفاية حرام، واليوم يسجل ثنائية في مرمى دخية، واحد شرعي والآخر ملغي، رياض أمام المرمى، جمهور الخضر وجمهور العرب يريدون واحدة من هكذا إبداعاتك هناك في استاد يا واندي، لعبوك في أهيتشو فأنت لها.